بهذه الآيات المباركة. كل من له مشكل، كل من عنده هم أو غم، أو يريد حاجة، أو يريد قضاء حاجة من أحد من الله أو من أحد من خلق الله، فليتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا السر المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا في الله، متابعينا الكرام، نضع في هذه الحلقة إن شاء الله فائدة أيها الإخوة الكرام سهلة، كلمات تقولها بإذن الله تعالى فيها سر اسم الله الأعظم لما في هذه الآيات الكريمة من الحروف والمعاني والأسرار يتكون فيها اسم الله الأعظم. وهذه الفائدة قد علمها أحد العارفين بالله، واحد المشايخ لتلامذته، وهي مشهورة في الإجابة أيها الإخوة الكرام، وبسورة القدر الشريفة، ومن أسرار سورة القدر ومن أنوار سورة القدر. هذه الفوائد توضع في ميزان ذهب أيها الإخوة الكرام. أتى عنده شيخه فقال له: ألا أعلمك اسم الله الأعظم؟ قال: بلى. قال: الحمد لله رب العالمين، وقل هو الله أحد، وآية الكرسي، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، اقرأ هذه السور. انظروا إلى عظمة هذه السور أيها الإخوة الكرام، والكيفية سهلة جدا، ومن الأفضل أن تقرأها في ليلة الجمعة أو في ليلة القدر، ونحن مقبلون إن شاء الله على ليلة القدر. فالإنسان يتوضأ ويتطهر ويستقبل القبلة ويقرأ هذه الآيات المباركة وهذه السور، ويسأل من الله سبحانه وتعالى حاجته وتقضى بإذن الله تعالى. كل من يتمنى أمرا من الأمور وحاجة من الله يسألها في هذه الليلة المباركة بهذه الآيات المباركة. كل من له مشكل، كل من عنده هم أو غم، أو يريد حاجة، أو يريد قضاء حاجة من أحد من الله أو من أحد من خلق الله، فليتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا السر المبارك أيها الإخوة الكرام. نعيد لكم الفائدة أيها الإخوة الكرام، وهي أن تقرأ الفاتحة الشريفة، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة الشريفة، ثم قل هو الله أحد، ثم آية الكرسي، ثم إنا أنزلناه، ثم إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذه الفائدة أيها الإخوة الكرام الكل يستعملها، وفي جميع الليالي، ليس مشروطا أن تكون في ليلة معينة، ولكن نحن مقبلون أيها الإخوة الكرام على ليلة القدر، فإن شئت استعملها فيها. الكل يحفظ هذه السورة، تقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، وتتبعها بآية الكرسي، وتتبعها بسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر على هذا الترتيب، وتتوجه إلى القبلة واسأل الله سبحانه وتعالى ما شئت من أمورك، وتخشع في دعائك، واعلم وتأكد وتيقن أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك، فإنه لن يردك خائبا بإذن الله تعالى. وهذه الفائدة اجعلوها دخرا عندكم أيها الإخوة الكرام، استعملوها في أي مكان كنت، في أي حاجة أردت تستقبل القبلة وتقرأ هذه السورة، فإن حاجتك تقضى بإذن الله تعالى. واستغيث بالله فيها في النوائب وفي المشاكل الصعبة وعند الاضطرار، في أي مكان كنت استقبل القبلة وقرأ هذه السور، وانتظر البشارة من الله، فإنه يرسل لك من يعينك ويمددك بمدده وبأنواره، ويرسل لك من يأخذ بيدك إذا كنت في حالة اضطرار،
وكلنا يتعرض إلى هذه الحالات، فهذا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى للإغاثة، ولذلك يسمى اسم الله الأعظم كما قلنا في الحلقة السابقة وشرحنا اسم الله الأعظم كيف يكون. فلربما يكون يقينا من الإنسان في الإجابة، ولربما يكون خشوعا، ربما يكون محبة، ربما يكون خوفا من الله سبحانه وتعالى، ربما يكون يقينا بالإجابة. بالنسبة لاسم الله الأعظم الظاهر، وهو هذا مثله مثل الباطن في سرعة الإجابة، ولذلك سموه اسم الله الأعظم. وأي تصريف من التصاريف يكون سريع الإجابة يصنفونه من ضمن اسم الله الأعظم، ويقول لك إنه اسما أعظما في حقك، معناه أنه مستجاب وبسرعة، ويدركك عند الاضطرار وعند الحاجة التي تريدها بإذن الله تعالى. وهذه الصفة أيها الإخوة الكرام وضعتها لكم في هذه القناة المباركة، وهذه الفائدة أيها الإخوة الكرام كما قلت لكم فإنها توزن في ميزان الذهب، لأنها من أعظم الأمور. اسأل بها الشفاء، اسأل بها فتح التجارة، اسأل بها الزواج، اسأل بها صلاح الذرية والحال، ولا يمكنك أن تسأل بها حاجة واحدة. فتوجه إلى الله، فإذا فتح لك باب الإجابة فتوجه إليه بالدعاء في كل ما تحتاج، واسأل من الله كل ما ألهمك وكلما وقع روعه في قلبك، فطلب من ربك فإنه سبحانه وتعالى يستجيب لك. فإذا فتح لك الإجابة فاستقم كما أمرت أيها الإخوة الكرام، وداوم عليها بالذكر، وداوم عليها بهذا الدعاء. يمكنك أن تعيدها مرة أو مرتين، ولو مرتين في الليل أو ثلاث مرات، أو عبر أيام تستعملها عبر الأيام، فإنها لن تخيبك بإذن الله تعالى وتنال حاجتك. ولو سألت من الله سبحانه وتعالى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا أراك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. وهذه من أعظم التصريفات والتجليات أيها الإخوة الكرام في قضاء الحوائج ونيل المطالب بسر سورة القدر الشريفة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة الكريمة: من قرأ سورة القدر أعطي ثواب من صام رمضان وأحيا ليلة القدر. لو قرأتها مرة واحدة، انظر أيها الأخ الكريم أيها الأخ الكريمة إلى فضل هذه الآية الشريفة، هذه السورة الكريمة. فكيف إذا قرأتها في الصلاة، وكيف إذا صليت بها، وكيف إذا قرأتها بعد الصلاة، وكيف إذا توجهت إلى الله تعالى بها في حوائجك وتوسلت إليها، توسلت إلى الله به في حوائجك، وهو يقول لك: وابتغوا عند الله الوسيلة. وهذه من الوسائل التي يقبلها الله سبحانه وتعالى وتشفع للإنسان في حاجته وتقضى بإذن الله تعالى، ولو كان مذنبا عاصيا وتوجه إلى الله بخالص الدعاء واليقين، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد من سأله ولا يخيب من رجاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.